اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم ساعه امل. الحقيقه النهارده بنتكلم في موضوع شائك وموجود في كتير، موجود مع كتير من شبابنا وموجود في كتير من البيوت، بس طبعا الامر ما بيبقاش بشكل واضح. احيانا بعض الاباء وبعض الامهات بيلاحظوا في تغير في سلوك ابنائهم. احيانا ممكن الاب يشك او الام تشك فيه او تظن في وجود علاقه حميمه بيقوم بيها ابنها وبنتها مع طرف اخر. فيا ترى في ظرف زي كده الاب والام يعملوا ايه؟ خلينا نقدم لكم معانا ومعاكم على الهواء مباشره في استوديو ساعه امل. معانا الاستاذ الدكتور حاتم صبري استشاري طب النفسي. اهلا بيك دكتور حاتم. اهلا وسهلا بحضرتك. معانا الاستاذ عبد الرحمن سالم صحفي. اهلا يا استاذ عبد الرحمن. أهلاً. اعلامي زميل. اهلا وسهلا. اهلا بحضراتكم، منورينا في استوديو ساعه امل. اهلا وسهلا بك. في الحقيقه دكتور حاتم خليني ابدا بحضرتك، اي ظاهره اجتماعيه بتبقى موجوده في المجتمع بيكون ليها اسباب وبيكون ليها نتائج. تمام. خليني اسال حضرتك في البدايه، ابدا بحضرتك، يا ترى ظاهره اجتماعيه زي الظاهره دي، ظاهره وجود بعض العلاقات الحميمه بين بعض الشباب وبعض الشابات، طبعا ممكن تكون نسبه قليله لكن ده موجود، طبعا بشكل غير شرعي تحت مسمى الحب. هنا الشاب بيبتدي يلعب بالبلدي كده على دماغ البنت ويبتدي يقنعها انه والله انا بحبك تحت مسمى الحب، وانت علشان تبقي ليا عشان نعمل دوكيومنت للموضوع احنا لازم ندعمه او نوثقه بحاجه زي كده، بعلاقه زي كده. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ ايه راي حضرتك في الظاهره دي؟ هو اولا العلاقه الحميميه ما بين الولد وما بين البنت لازم نكون مقسمينها على فترات او فترات معينه. يعني في سن المراهقه الموضوع ليه ابعاد تانية وليه اسباب تانية وليه طرح تاني خالص، وفي السن ما بعد سن المراهقه او في سن الرشد ده موضوع او امر تاني خالص. اللي هنتكلم فيه دلوقتي الحاجات اللي ريليتد وليها علاقه قوي بسن المراهقه. اللي بلاحظه كتير قوي لان طبعا بحكم عملي بيجي العياده افراد كتير قوي مراهقين مروا بتجربه زي دي. دايما او في معظم الوقت بلاحظ ان الولاد اللي بيعملوا كده مش بيكون في الاساس بهدف سيكشوال او بهدف جنسي، والبنات اللي بتعمل كده برضو ما بيكونش بهدف سيكشوال. ايه اللي بيحصل؟ كتير من الولاد طبعا هو بيبقى فيه تغيرات في المرحله دي وبيبقى مستوى او نسبه هرمون التستوستيرون عالي في جسمهم في الفتره دي، فبيخلي عندهم الرغبه كبيره. لكن هم عندهم اشياء توقفهم، هم عارفين ان هم لسه ما وصلوش للمرحله اللي تسمح لهم بعلاقات حميميه. لكن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل نتيجه ان هم بيتفرجوا على حاجات، طبعا عشان الدنيا انفتحت خالص، مشاهدتهم لافلام، مشاهدتهم لمشاهد في افلام عاديه خالص، ضغط الرفاق ان انا اشوف اصحابي حد من صاحبي يقول انا عملت كذا، حد تاني يقول انا اتصرفت بالطريقه الفلانيه، الحكاوي اللي بيحكوها تقليدهم لبعض هو اللي بيخليه الدافع الاساسي انه يقرر يطلب من بنت شيء زي ده. معظم البنات برضو مش بتعمل ده علشان خاطر هي بتحب او علشان خاطر حبها او علشان خاطر مشاعرها او علشان خاطر رغبه سيكشوال فيها. هي بكل بساطه برضو بتقلد، وفي نفس الوقت طبقا لضغط الشخص اللي بتحبه عليها هي ما عندهاش مشكلة أو بتتنازل من كتر زي ما بيقولوا الضغط، من كتر الزن، من كتر ما بيوصل لها فكرة إن ده شيء طبيعي. شخص بيحبها بيعمل لها عملية نقول مسح مخ، فإيه اللي بيحصل؟ بتقرر تتنازل عن أشياء هي شايفة إن ده شيء سيء أو هي عارفة إن ده مش صح. فلو دورنا على المضمون في الأساس، وياريت الولاد اللي في السن ده يكونوا عارفين الموضوع في الأساس مش رغبة قد ما هي قصة حاجات تانية انتوا بتحققوها، لعبة تانية انتوا بتعملوها. اذا حضرتك بترجع الموضوع ده ما هواش سيكشوالي، ما هواش اشباع رغبة جنسية. لا، في رغبة سيكشوال، في رغبة سيكشوال طبيعي في لكن هي المحرك الاساسي؟ لا،
يمكن في مراحل عمريه قدام في لعب على الدماغ اكتر يا دكتور، في لعب على الدماغ وضغط الاصحاب مع بعض. الفضول بيخلينا عايزين نعمل ده في المرحله دي. فكره المراهق في الاساس ان انا عايز اقلد الكبار، تمام، عايز ابقى زي الكبار، بشوف الكبار بيعملوا كذا عندي فضول ان انا اعمله، بشوف اصحابي فبغير منهم فبحاول اقلدهم. البنت بتحاول تعمل ده عشان تستبقي الشخص اللي بيضغط عليها طول الوقت علشان خاطر تحتفظ بحبه. فهي دي الفكره في الاساس، لكن الموضوع مش سيكشوال بصوره كبيره او مش بالصوره المعتاده بتاع مراحل تانية يمكن في العمر. اذا البنت يعني بتاثر عليها عاطفيا من الشخص اللي هي ممكن تكون بتحبه، ده حقيقي، وهو بيبتدي بقى يلعب على دماغها انه احنا طالما بنحب بعض لازم نوثق الموضوع ده عشان تبقي انت ليا وانا ليكي. يعني حتى انا ما اقدرش اقول، انا مش عايز اقول عليها تاثير، ده ابتزاز، هي بتبتز عاطفيا، بتبتز عاطفيا. وللاسف للاسف شبابنا يعني انا بوجه لهم رساله، ارجوكوا القيم لا تجزأ، البنت زي الولد في الحته دي، يعني البنت دي ممكن تعتبر ان انت عندك اخت. بص يعني ممكن يتأثر عليها نفس التأثير. هو المقياس في الأساس يعني برضو عشان نكون متفقين، أنا كشخص شايف إن المسؤول الأساسي عن حاجة زي كده، وأنا مش ضد إن البنت مثلا أو ضد البنات، بس البنت لازم يكون كل بنت متربية على شعار أساسي في حياتها، تمام، ما لم يوجد الخاتم فلن تحصل على شيء. مادام مفيش خاتم أنت متجوزني تمام، ما فلن تحصل على شيء. ما دخلش البيت من بابه، إذن هي كده ايه في الهوا. هو ده اهم قيمه المفروض البنت تكون عارفاها. الشخص اللي جاي بيتسلى هو شخص هيطلب ده بكتير وهيخلي العلاقه مشروطه بده، يعني لو انت ما اديتنيش ده انا هخسرك. كون ان هو بيعمل ده او بيستخدم الميكانيزم ده مشروط، اذا ده مش حب، يبقى ده ابتزاز، يبقى ده ابتزاز. لكن الشخص اللي بيحب بجد تمام هيتنازل عن ده، ما عندوش مشكله ان ده ما يحصلش، مش عايز ان ده يحصل عشان صورتها ذات نفسها ما تتهزش قدامه. هو لو حبيبها اعتقد انه يحافظ عليها. يحافظ عليها. استاذ عبد الرحمن، راي حضرتك ايه في القصه دي برضه؟ يعني خلينا الشباب الايام دي، خلينا نتكلم في الشباب في الفتره دي تحديدا. لو اتكلمت بقى من جانب صحفي مش من جانب مجتمعي، فهنقول كده ان احنا خلال تصفحنا لبعض التقارير لقينا ان جريده الحياه اللندنيه كانت عامله تقرير عن الموضوع ده تحديدا، وكان مضمون التقرير ده لتجربه شخصيه لاحد الفتيات في سن المراهقه. كان التجربه الشخصيه انها حبت شاب لمده 3 سنين، بداوا في اولى ثانوي لحد ثالثه ثانوي، كانت اول سنه العلاقه ما بينهم علاقه حب عفيفه خالص، يعني تخلو من اي علاقه جنسيه. ابتدت السنه الثانيه يحصل شويه من ممارسه الجنس لكن عن طريق تليفون، لحد في السنه الاخيره ما طلب منها انها تحضر معاه في البيت بتاعه. وكانت النهايه في البيت ده ان للاسف البنت دي فقدت عذريتها. طيب ايه اللي حصل بعد؟ احضر معاه في البيت تحت مسمى ايه؟ تحت مسمى الحب، يعني ان علاقه الحب تطورت من اولى ثانوي لثانيه ثانوي لثالثه ثانوي، فخلاص بقى علاقه الحب في الوقت ده يعني من وجهه نظرهم هي وصلت للذروه، فخلاص هم وصلوا لاخر مرحله المفترض انها تكون من مراحل طب الحب. طب هستوقفك يا استاذ عبد الرحمن دلوقتي، انت بتقول ان هي من وجهه نظرهم وصلت للذروه، لكن الراجل دايما بيبقى فاهم ومستوعب، ممكن البنت بيتلعب على عقلها زي ما بنقول، وانا بنصح كل البنات تخلي بالها يعني حافظي على نفسك انه اللي ما يدخلش من الباب ملوش لازمه. لكن الراجل دايما بيبقى دايما عنده حته عقلانيه. تمام. فين عقلانيه الراجل؟ هل هو بيبقى فاهم ومستوعب خطوره الامر اللي هو بيقدم عليه والبنت دي مصيرها ايه بعد كده، ولا هو بيبقى مش في دماغه؟ احنا خلينا نقول ان كان الهدف من التقرير الجزئيه دي تحديدا وهي كيف ينظر الرجل والمراه الى الحب. لما احنا جينا حللنا التقرير ده لقينا ان الرجل كان هنا بينظر للمرأة على انها مجرد آلة لإشباع لرغباته، لان كان رد فعل الولد بعد ما عمل الفعل ده مع البنت اللي كانت محور التقرير كان رد الفعل ان هو بدأ يبعد عنها، بدأ يقولها خلاص انت اللي عملت كده بمزاجك، ساب بعد ما حصل ده فابتدى يبعد عنها، ابتدى يبعد عنها وخلاص يعني انفصل عنها وانتهت العلاقه. فالبنت وهي بتسترجع معانا او مع اللي عاملين التقرير الموضوع ده ابتدت انها بشكل كده كانها بترجع للماضي، قالت ان الرجل دائما ينظر الى المراه على انها آلة
بيفرغ فيها شهوته، ده رقم واحد. رقم اتنين، الرجل لا يحب أن تكون المرأة مستعملة، هي بالنسبة له خلاص هي حاجة استعملها، ادمت، انتهت، وزي ما بنقول نظرة صباحية. الرجل الشرقي دايما بالزبط. يعني زي ما فرطت في نفسها معايا ممكن جدا مع مين؟ وارد إن مع غيري بالزبط. حتى لو كان معاه هو شخصيا، حتى لو كان تحت مسمى الحب صحيح. هو بينظر للمرأة اللي بتفرط في نفسها أو للبنت اللي بتفرط في نفسها، خلاص طالما فرطت في نفسها حتى لو معايا خلاص يبقى مع بالزبط. غيري دي نظرة الرجل. طيب نظرة المرأة بقى، دائما المرأة بطبيعة خليقة المرأة ان المرأة يعني حاجة لينة، حاجة بتحب دايما الحب مش بتحب الجفاء. طب ايه اللي بيحصل في بيوتنا؟ بتميل العاطفة طبيعي. ايه اللي بيحصل في بيوتنا المصرية؟ ان للأسف البنت المصرية لا تجد الحب من الأسرة، مش لاقية الحب ده، مش لاقية اللي يبادلها الحب. فأول ما بتقع في أول شاب يقول لها أنا بحبك، أنا بموت فيكي، إلى بقى كل الكلام العاطفي اللي إحنا عارفينه، خلاص هي بتبتدي إنها تتمسك بده. بس عايزة تحول ده لإطار شرعي. الإطار ده في الأول ممكن إنها تبتدي من خلال الكلام والتكرار، مرة في الثانية في الثالثة تدخل في علاقة. تبتدي بقى الطالب دايما الراجل بإيه؟ بالجواز. بالجواز لأنها محتاجة الجواز نفسه، ولا إنها محتاجة الرجل ده يفضل متواجد معها؟ بالفعل عايزه تحس بان الشخص اللي انا حسيت معاه بالحب، اللي انا حسيت معاه بجو العاطفه اللي انا بفتقدها في البيئه اللي حواليا، عايزه يفضل متواجد معاه. وللاسف يعني دايما البنت او المراه بتميل الاستقرار العاطفي صحيح، فبتميل ان هي حتى لو ان في علاقه عاطفه بينها وبين رجل او بينها وبين شاب، بتميل انها تحول العلاقه دي الى شكل رسمي، بحيث انه يعني في اطار مجتمعي. طبعا في مجتمعاتنا الشرقيه مفيش الكلام ده، انه يبقى المنظر العام مظبوط، وان هي برضو تبقى في ظل هذا الرجل اللي هي حبته. دكتور صحيح. حاتم، نرجع نقول استاذ عبد الرحمن اثار نقطه، ان البنت بمجرد ما بتلاقي الانسان اللي بيديها شيء من الحنان والعاطفه بتبتدي تميل له. ربما يكون ده تقصير من جانب الاسره، الاب الام الاسره المتواجدين معها. هنا نقول لهم ايه؟ الاسره اعملوا ايه مع بنتكم عشان الحته دي البنت ما تقعش فيها، ما تقعش في الخطا ده؟ يعني هو اولا بس انا في نقطه حابب ان انا اسرها، ان موضوع ان المراه تكون استخدمت او مش استخدمت، يعني انا يعني في ناس كتير بتكون دي رؤيتها فعلا الأصل. لازم نكون متفقين بس الموضوع مش انا يعني انا ما احبش ان انا اسمي الموضوع كده يعني. خالص لان هي المراه زي الرجل، وهي حد مسؤول عن جسمها، هي حد مسؤول عن نفسها بصورة كبيرة. هي القصة كلها ان احنا بنوعي من ان انا اتعرض لخديعة، ان حد يخدعني. موضوع ان المرأة في الاساس هي بتبحث في العلاقة عن الامان، بتبحث في حياتها كله عن الامان، عندها احساس معظم الوقت بافتقادها الامان بصورة كبيرة، بتبحث فيه في الراجل. ممكن الراجل ده يبقى بابا، ممكن يبقى أخويا، ممكن يبقى حبيبي، بس حتى لو كان بابا وماما أو وأخويا مأدين دوري على أكمل وجه، الغريزة بتاعتي هتخليني إن أنا أدور على شخص، بس العاطفة. المهم أعرف أنا بدور على إيه؟ على الأمان. طيب اللي بيطلب مني أشياء من ده، هل هو شخص هيديني الأمان؟ أكيد لأ، أكيد لأ. فهي دي النقطة الأساسية. مهم بقى إن دور الأسرة إنها تدي إحساس الأمان معظم الوقت. وعلى فكرة الموضوع ده يعني مش في سن المراهقة بس، لازم الكلام ده بيبقى من أول من السنين الأولى من العمر. دايما الأطفال اللي بيتربوا في وسط من أول سنة في عمرهم، الوسط ده بيديهم إحساس أمان كبير قوي، بيبقى ضعفها ناحية ضغوط أشخاص ممكن يبتزوها أقل كتير قوي. فالموضوع بيبدأ معانا من أول يوم في عمرنا، لازم إحساس الأمان طول الوقت. الأمان ده بيبقى أمان عاطفي رقم واحد، تمام، مهم قوي الأمان العاطفي، الاهتمام، تمام، الاحتواء، أمان مادي برضو مهم. طول الوقت أنا بدي مسجات لكده، بابا بيدي مسجات لكده، ودور الأب هنا مهم جدا جدا جدا. الأم وظيفتها إنها تعلم، بتراقب تصرفات البنت، بتديرها نصايح، ده شيء كويس قوي. لكن الأب هو اللي بيدي الاحتياج، احتياج الأمان اللي هي بتدور عليه في الرجل. فده طبعا ده دور الأسرة في الأساس. النصائح يعني من الحاجات الكويسة، وتكرارها خصوصا في الفترة بتاعة سن من 6 ل 10 سنين
هي اهم فتره في الموضوع. قبل النصايح يا دكتور خليني اقول لك انه في بعض الاسر بيتكون عندهم هاجس من لما بيسمعوا الكلام ده. بعض القصص الناس كلها بتسمع القصص دي، ودي موجوده الحقيقه في المجتمع بصوره كبيره جدا، موجوده وبنسمع عنها. وعلى فكره احنا لم نثير موضوع زي كده الا بناء على طلب الساده المتابعين لينا في صفحاتنا. يعني قصص جات لي على الصفحه في الانبوكس وطلبت مني ان انا اناقش الموضوع ده بالتحديد، لانه في بنات اتعرضوا له كتير، وفي شباب كتير للاسف للاسف ما بيعتبروش ان هم البنت دي ممكن تبقى اخته، يعني ممكن بعد كده تبقى بنته بعد كده يعني فالكلام ده جالي على الصفحه كتير. فهنا الاسره بيبتدي يبقى عندها هاجس بقى بعد ما يحصل حاجه زي كده. يعني من الناس اللي بعتوا لي على الصفحه ان بعض الاسر بيبقى عندها هاجس انه بعد كده البنت دي هننزلها ازاي تتعلم، هننزلها ازاي تروح كليتها، هننزلها ازاي تروح جامعتها، تتعلم ازاي تتعامل ازاي مع الناس. فبيبتدوا بقى يكتموا جامد على البنت دي نتيجه حاجه زي كده. نعمل ايه؟ ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ بصي انا رايي زي يعني دايما في الامور اللي زي دي، زي ما كنت لسه بقول لحضرتك، ان الوقايه منها افضل كتير قوي. الوقايه في السنين قبل سنين او قبل سن المراهقه، 6 ل10 سنين النصايح في التوقيت ده بتبقى سحريه. نعمل بريكوشن الاول قبل اي حاجه ما تحصل. جدا تكرار النصايح طول الوقت. تمام. ده اول حاجه. طب خلاص حصل امر زي ده واحنا اوريدي في الموقف ده. اولا الموقف ده لازم اتاكد او اتعامل مع ابني ان هو اعامله بمسؤوليه. يعني مهم جدا ان انا اتعامل معاه انه شخص مسؤول، ده جسمك او ده جسمك، وحصل شيء الفلاني انت اديتيه بدون اي مقابل، انت تعرضتي لخديعه، انت حد خدعك. تمام. اتعلمت من الموقف ده ولا ما اتعلمتيش؟ مهم بقى ان انا اتابع طول الوقت ان هي اخدت الدرس من الموقف ده. المهم بقى التاني ان احاول اخلي حواليها، يعني مش لازم اقفل عليها، لا خليها عادي خالص، بس اتاكد من ان اللي حواليها وسط امن. يعني مثلا هي تعرضت لموقف زي ده وانا قافل عليها جدا، بس انا عارف ان كل اصحابها او كتير من اصحابها سلوكياتهم مش موثوق بيها قوي، او في ناس حواليها في البيت سلوكياتهم مش موثوق بيها قوي. اهم حاجه ان انا اامن الوسط اللي حواليها، الانفايرمنت اللي حواليها. لما تبقى كويسه وهي خدت الدرس هتعرف تتعافى منه. في الاول وفي الاخر هي خطا وهي غلطه، بس مجرد غلطه. تمام. يعني الغلطه دي تخليني ان انا احرمها من حياتها. السؤال ده مهم قوي عشان جاي لي على الصفحه. طبعا ده الاب والام ازاي يتعاملوا، بس ايه اللي بيحصل ساعات بقى عشان برضو اكون يعني نتكلم بواقعيه. في بعض الولاد بيبقى عندهم بعض الاضطرابات النفسيه، اضطرابات سلوكيه بيخليهم ان هم يكرروا ده. يعني في كتير من الاضطرابات السلوكيه بيبقى جزء منها ان انا صعب التعلم. يعني انا مريت بتجربه وحشه، تجربه بعد كده خلص الموضوع. شهر واحد تاني اعرف حد تاني ويبتزني تاني واغلط نفس الغلط نفس الكلام. تاني وتالت ورابع. ده شكل مرضي يا فندم ولا ده بيبقى صوره مرضيه او في اضطرابات سلوكيه مرضية. في السن ده ممكن يخلينا نعمل كده. ساعتها بقى احنا بنكون محتاجين ان احنا نلجا لخدمه الطب النفسي. ليه؟ لان هي دي عندها مشكله، نلجا لسايكاتريست. لكن الموضوع مره طبعا يعني قبل اي حاجه انا لازم احاسب نفسي. ليه يعني؟ وده برضو نقطه مهمه. الاب والام لازم يحاسبوا نفسهم لانهم سابوا، ممكن يكون الباب موارب للبنت، سابوا وما حذروش. فانا في البدايه ما حذرتش، ما ركزتش على ده، لان كتير للاسف من الاباء والامهات ايه اللي بيحصل معاهم؟ بيحصل معاهم مشكلتين. اول حاجه ان انا بنكر ان ده ممكن يحصل في اسرتي، مش مستوعب، مش متخيل، مش متوقع. متخيل ان ده ممكن يحصل. يعني انا بشوف كل الناس بيحصل معاها. بس لا، انا عندي ولادي بنتي او ولادي وزي الفل، مفيش حاجه اسمها وانا كده. من غير ما احميهم ومن غير ما انصحهم ومن غير ما اعمل بروتكت لل فبنعمل الحيله الدفاعيه السيئه دي بتحصل، ان انا انكر او اشوف ان اللي في الناس ده مستحيل يحصل معايا، مع ان انا هي مجرد انسانه زي اي انسان، مجرد مراهقه ممكن تتخدع. وانت مش احسن واحد ربيت، احنا ممكن نغلط في تربيتنا، اي انسان ممكن يخطئ، ممكن يعني اي حد يخطئ. تاني حاجه ان انا ادي محاذير بصوره كبيره، اقدر انشئه على محاذير. يعني زي ما بقول لحضرتك الكلمه اللي دي لازم كل ام تزرعها في بنتها من طفولتها من نشاتها، مش هستنى لغايه ما تخش سن المراهقه. ايوه. ما لم يوجد الخاتم فلن تحصل على شيء. حلو قوي. هي دي نقطه مهمه، هي لو اتبرمجت على الحته دي خلاص. ما لم يوجد الخاتم لن تحصلي على شيء.
لن يحصل. هو لن يحصل. هو لن يحصل. هو لن يحصل على اي شيء. لن يحصل. ما اتجوزش لا شيء موجود. تمام. كتير بنات بقى يعني النقطه بقى المهمه كمان يعني في بنات عشان قله خبرتهم بيقعوا في فخ كبير قوي. الولد جاي باين نيته السيئه، يعني نيته السيئه ده بيكون باين بيكون معروف بس احنا بنتجاهل ده، فمهم قوي انها تتوعى لده. دايما الشخص اللي نيته سيئه بيبدا كلامه مش بيتكلم عنه عن حياته، مش بيسالها عن حياتها واسرتها وبيتها وعيلتها وكده. ممكن يسال عن انت جميله، انت جسمك حلو، انت مظهرك مش عارف عامل ايه. ابدا اول بعض الكلام اللي هي بتقوله كلام عادي، كلام مباشر او بريء خالص، ابدا اوله لتأويلات جنسيه من البدايه. دي بقى فندم دي الحيل اللي بيعملها الشاب عشان يوصل لغرضه، عشان خاطر يوصل. يبدا يغيب ايام وبعد كده يرجع تاني باي حجج ممكنه. يبدا يتعامل ان الموضوع ده هو الشرط الاساسي للعلاقه، بيبان يضغط عليها عاطفيا ان بيضغط. هو يغيب عنها فتره بحيث ان هي اي طلب بقى هتطلبه اي طلب. فالحيل دي لما بتكون باينه في شخص ما ينفعش اكمل معاه وما ينفعش اراهن. يعني دايما ايه اللي بيحصل؟ كتير من البنات علشان خاطر بحسن نيه بتراهن، بتقول لا ده هو بس ممكن كده زي كل الولاد. الولاد ممكن كلهم يبقى كده بس هو ده كويس. طب الكويس هيتكلم معاكي في طريقه زي دي. والنقطه برضو اللي انا عايز اسيرها ان الموضوع مش بيبقى بس من الولاد تسليه. تمام. هو ايه اللي بيحصل؟ الولد على المستوى النفسي احنا برضو مهما كان احنا مجتمع مليان او زرع فيه كتير من القيم، لازم نكون صادقين في الموضوع ده. فبيحصل ايه مع الولد؟ الولد بيكون عنده قيم وعنده ضمير، فعمل شيء غلط. شيء الغلط ده بيخليه يحس بتأنيب الضمير والذنب وان يكون متضايق او قرفان. يبدا يسقط ده على البنت فما يحبش يكمل معاها. تمام. دكتور حاتم هستوقف حضرتك في سؤال مهم دلوقتي. انا كأب او كأم نصحت ابني، نصحت بنتي كتير ومفيش فايده، ولاحظت انهم بيتفرجوا على بعض الافلام الاباحيه. يا ترى اتصرف معهم ازاي؟ اعمل معهم ايه؟ هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع للدكتور حاتم ننتظر الاجابه منه. فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ومعانا الدكتور حاتم استشاري طب نفسي، ومعانا الاستاذ عبد الرحمن سالم صحفي واعلامي. اهلا بكم، برحب بكم مره مجدده في استوديو ساعه امل. دكتور حاتم كنا منتظرين اجابه من حضرتك. دلوقتي انا وعيت اولادي سواء بنات او اولاد، وبعدين ومستمره في التوعيه، لكني لاحظت ان الولد او البنت، يعني على فكره زي ما قلت قبل كده انه القيم لا تجزا، لاحظت ان الولد او البنت بيبتدي يتفرج على افلام اباحيه من ورايا، انا ممكن اعمل ايه؟ اب او ام يتصرفوا ازاي يا فندم؟ طيب بصي، يعني خصوصا الموضوع ده لان هو شائك بعض الشيء، يعني لازم نكون مفرقين ما بين حاجه من الاثنين. بيتفرج كمدمن للافلام، بيتفرج عليها بصفه يوميه، بصفه دوريه، بصفه اسبوعيه، متابع ده بقاله فتره كبيره، ولا هو اتفرج عشان تتفرج او اتفرجت عشان تتفرج؟ عشان نكون صادقين، يعني بيتفرج يكون ان هي اتفرجت. الموبايلات دلوقتي السمارت في ايد الاولاد. تمام. على طول وقاعدين، وخلينا صراحه وده موجود في بيوت كتير وناس كتير بتقول كويس جدا. كون ان هي اتفرجت او اتفرج جاست كده مره اتنين تلاته بصورة بسيطة بدعوة الفضول، فده شيء طبيعي عشان نكون متفقين. تمام. يمكن إجابتي يعني ما تبقاش الحاجة اللي هي اللي تعجب ناس كتير. احنا هو مش غلط. عايزين الإجابة الستاندرد، احنا عايزين الإجابة الواقعية. هو الناس هي غلط غلط، حرام حرام. تمام. ليها مساوئ، ليها مساوئ. تمام. كتير جدا، لكن بيحصل. بس أنا إنسان قدامي أكسس لشيء معين أنا مفتقده. تمام. وعندي فضول إن أنا أشوف إيه الشيء ده. لو انا ما كانش عندي الفضول ده يبقى انا عندي مشكله رقم واحد. مشكله يبقى في مشكله، في مشكله كبيره كمان، يعني في علامه استفهام مهمه جدا. تمام. لكن انا شفته مره اتنين بدعوى الفضول. تمام. فده امر طبيعي. احنا اي حد ككبير، حتى ممكن تلاقي واحد عنده سنه 70 80 سنه، حد عنده فضول يشوف حاجه زي كده لو ما شافش شيء. تمام. ده فضول. لكن لو شيء متكرر ساعتها ده بقى بيبقى هو ده الامر المهم. لو متكرر بقى يا دكتور. لو شيء بقى متكرر، لان دايما الاب والام يخافوا انه يبقى المشاهده دي تؤدي الى المنطقه الثانيه اللي احنا بقى بنتكلم فيها قبل، يعني قبل الفاصل، اللي هو الممارسه بقى نفسها بتاعت حاجه زي كده تحت مسمى حب. ايه السبب الاساسي اللي يخلي حد مدمن
لهذه الأفلام أو يخليه يتابع الأفلام بصورة منتظمة؟ أكتر سبب أو أشهر سبب الفراغ. الفراغ طبعا ده الشيء الطبيعي، إن أنا ما عنديش هدف أنا بعمله، ما عنديش هدف عايش علشانه، تمام. عندي استرس وعندي ضغط وعندي عزلة طول الوقت، فالعزلة دي مخليني يعني عندي فراغ وعندي عزلة، أعمل إيه؟ ابتدي اتفرج بقى على الحاجات دي بقى. فده السببين ده السببين الاساسيين. تمام. فمهم بقى ان انا اوجه الولاد ان ما يبقاش في حاجه اسمها فراغ، يعني الرياضه شيء رائع وشيء مهم وشيء ضروري، ودايما الفخ اللي بتقع فيه الامهات ان انا عشان خاطر ما يضيعش وقت في الرياضه عشان المذاكره، فهو بيروح يذاكر ويقعد قاعد لوحده ويضيع وقته في حاجات تانية. تمام. فده لكن هو لو رايح يلعب، لو راح المدرسه وبعد كده راح لعب رياضه رجع مش قادر يعمل اي طاقته كلها متفرغه، تمام، وما عندوش الاستعداد ده، العزله وقت طويل ده من الحاجات المهمه. البيت يكون منظم او منتظم، يعني مثلا البيوت اللي مثلا تلاقي بابا بيخش ينام الساعه 9 وماما بتنام الساعه 10 وانا بقوم من النوم الساعه 9 بالليل وقاعد طول الليل لوحدي، فطبعا مدينه الفرصه تمام انه فلازم يكون في رولز ينفرد بحاجه زي كده. الله ينور عليك. فده بيبقى لازم يبقى في رولز معينه. حسيت ان الموضوع اوفر دلوقتي، في اوبشنز ان انا مثلا انا ممكن استفيد بالنت بس بدون ما يكون في اوبشن ان انا اتعامل، يعني اللي هو موضوع الباقات وموضوع ان انا اقلل الباقه شويه فما يقدرش يخش على فيديوز كتير. فدي برضو من الحاجات اللي بتساعد، لكن طبعا دي حاجه مسكنه، انا مش ما قلتهاش لان دي حاجه مسكنه. لكن الاهم السبب الاساسي فراغ، الفراغ وعزله، نسد الفراغ وما نسيبوش لوحده وما سيبوش في عزله وقت. هنرجع لحضرتك تاني دكتور حاتم. استاذ عبد الرحمن، دلوقتي الشباب في ظل ظروف بتاعت الشباب الايام دي وقله العمل، هل ممكن ينصرف عن الزواج نتيجه لان هو عنده فراغ ما بيشتغلش، ينصرف عن فكره الزواج ويبتدي يستند على فكره ان هو ممارسه العلاقات دي تحت مسمى الحب مع البنت اللي بيحبها بدل ما يتجوزها ويريح دماغه؟ طيب خلينا هنا يعني نفرق ما بين حاجتين مهمين. استاذن حضرتك، هناخد محمد من القاهره وبعدين نلقى الاجابه من حضرتك. اهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضل. والله موضوع العلاقات الحميميه ما قبل الزواج، يعني اولا احنا عايزين نقول ان الكلام ده يغضب ربنا جدا جدا أكيد. جدا اكيد. يعني لازم نبقى عارفين مبدئيا ان ده حرام شرعا في جميع الاديان السماويه. بالتاكيد يا فندم. ما ينفعش نقرب منه. بالتأكيد. الحاجه الثانيه ليس دليل على الحب اطلاقا، بالعكس الحب حاجه ثانيه، الحب ان انا اشتغل وابني الكيان اللي انا هبدا بيه لو انا فعلا بحب البنت دي. انا من رايي الشخصي ان ليس ان 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 ممارسه العلاقات الحميميه قبل الزواج مش دليل على الحب اطلاقا. انا شايف ان هو ليس يعني مش دليل على الحب اطلاقا. ليس حب بس. استاذ محمد خليني استوقفك برضو في الحديث واقول لحضرتك انه هو صحيح ليس من الحب وهو حرام في جميع الاديان، بس للاسف احنا اولادنا او بناتنا احيانا بيقعوا في هذا الخطا، فلازم احنا نفتح الجرح ونشوف علاجه ايه وندويه، صح ولا يا استاذ محمد؟ بالظبط يا فندم، بالظبط. وعلاجه موجود، لازم التقارب ما بين افراد الاسره، يعني بالزبط. انا ابويا انا والدي من وانا صغير وانا مع اولادي دلوقتي، حتى يعني انا عندي ولد وبنتين، تمام اعمارهم من 11 ل 3 سنين، بتعامل معاهم بقول لهم انا صاحبكم، احنا اصحاب، وباخدهم ونخرج ونتكلم بحيث ان هم لما يكون في اي حاجه مهما كانت لازم يحكوها لي، ومن هنا يبدا التقويم من الاسره. انا ابدا اقوم اعدل لا ده غلط، ده صح، كلام صحيح جدا، وصدقيني العلاقه هتفضل مستمره. دكتور حاتم بيقول لحضرتك انه كلام سليم جدا، يعني ما بعد الزواج ومراحل انا راجل دلوقتي داخل على ال 40 ووالدي حاجه و70، ربنا يديله الصحه، لحد النهارده اصدقاء وبنتكلم وبنحكي، ولو عملت اخطاء بقول له، مش هقول لحضرتك ما فيش حد معصوم من الخطا، تمام، بنتكلم وبيقول لي ده غلط ده صح. تمام. شكرا ليك يا استاذ محمد، اشكرك شكرا جزيلا على المداخله. اذا استاذ محمد شايف ان الحل في مشكله زي اللي احنا بنتكلم فيها دي التقارب بين افراد الاسره. خلينا عوده الاستاذ عبد الرحمن، جاوبني يا استاذ عبد الرحمن، الشباب شايف، بعض الشباب مش كل الشباب، انه في ظل عدم توفر عمل وكده انه يبتعد عن فكره الزواج، وانه ممكن جدا مع حبيبته او مع خطيبته ان هو يمارس حاجه زي كده تحت مسمى الحب. خلينا هنا نقول حاجه، ليه يكون الدافع الخاص بالشباب ان انا غير قادر على زواج او انا مش معايا فلوس، فيكون الدافع بتاعي ان انا خلاص اقرب المسافات واعمل كده مع البنت لما انا ممكن يكون عندي دافع تاني؟ لو هو بقى شخص سوي وشخص فعلا صادق
ليه ما يكونش الدافع بتاعه، الدافع الرئيس بتاعه يكون ان انا بحب البنت دي، فلازم ان انا اشتغل علشان خاطر ان انا اوصل للبنت دي. لكن خلينا هنا برضو نقول حاجة تاني، ان في كتير جدا 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 من الشباب للأسف ما عندوش الامكانات الكافية اللي ممكن البنت نفسها تطلبها. يعني ممكن احيانا اهل البنت يكونوا هم الدافع اللي يخلي الشاب يعمل كده، ان هم طالبين موارد كبيره جدا من طبعا طالبين موارد كتير جدا من الشاب، وشاب غير قادر على ان بس هو انا هوقفك برضه يا عبد الرحمن في الحته دي معلش يعني. انا هنا لا اعبر عن رايي، انا بقول انا بيحصل حضرتك لكن هنا الشاب هنا لو عنده حسن نوايا طبعا، خلينا نقول حسن نوايا وابن ناس، كلمه ابن ناس دي حط تحتها كذا خط، ان هو حتى لو اهل البنت طلبوا منه او غالوا في المطالبات بتاعتهم، ان هو يضطر يلجا لهذا الاسلوب الابتزاز العاطفي من البنت، وان هو ياذيها الاذيه دي تحت المسمى الحب. خلينا نقول حتى ان طيب معلش يا استاذ عبد الرحمن انت مستقصدينك في تليفونات معانا مصطفى مشكلة. مصطفى من القاهره. الو ايوه اهلا يا استاذ مصطفى. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. في البداية خليني أحييكي وأرحب بضيوفك الكرام، وأحييكي على اختيارك لأفكارك للبرنامج. أشكرك. أنا من الناس اللي بتتابع البرنامج من أول بدايته، ومن الناس اللي بعتت لحضرتك الرسائل على الإنبوكس في على البيج البرنامج. تمام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. الموضوع اللي حضرتكوا بتثيروه النهاردة فعلا خطير جدا وأصبح ظاهرة، وعلشان خاطر نحله ما ينفعش ان احنا نتفد راسنا في الرمل ونقول ان احنا مجتمع متماسك ومجتمع ملتزم. لا، لازم نبص نشوف ايه الاسباب اللي خلتنا وصلنا لحالة زي دي، خصوصا في الجامعة. حضرتك بقيتي تشوفي في مدرسة الثانوي حالات زواج عرفي كتير جدا. تمام. دي برضو قضية تانية ياريت حضرتك تعملي حلقة عنها. كل الكلام ده والله جايلي على الصفحة وهعمل والله عنه ان شاء الله. تمام. فاحنا لازم نشوف ايه الاسباب اللي وصلتنا لده. وكان في حد اتصل بحضرتك من شويه قال كلمه كويسه جدا، ان من ابرز واكبر الاسباب اللي وصلتنا للموضوع ده ان الاسره اصبحت بعيده جدا عن بعض، ما بقيناش قريبين من بعض، الاب مشغول، الام الله اعلم بيها وبظروفها. الاولاد بقى اهتماماتهم كلها على ماسكين التليفونات ما بيسواش، قاعدين على التليفونات على طول. طبعا. مصطفى انت متزوج يا مصطفى؟ متزوج وعندي ولدي. عندك ولد، بتتعامل معاه ازاي من هو صغير ولا كبير؟ لا انا عندي ولدين. ولدين؟ عندي ولدين. صغيرين ولا كبار؟ ها؟ صغيرين، بس زي ما اهلنا ربونا بنحاول نتعامل معاهم. تمام، بتعلمهم القيم، وانه زي ما قلنا من شويه القيم لا تجزأ، الولد زي البنت في تعليمه القيم. ده بالعكس، انا هقول لحضرتك على حاجه، ده اكيد يعني فهم. الموضوع انا شايف ان الدور بقى الاكبر على الشاب مش على البنت، لان الولد لو احترم نفسه او يعني اتعامل مع البنت اللي قدامه انها مجرد زميله او زي اخته زي ما حضرتك قلتي في بدايه الحلقه، عمره ما هيبص لها. ازاي ان انا مثلا اسمح ان انا اختي يتعامل فيها كده؟ تمام. يعني واقول لك حاجه كمان. تمام. معلش انا اسف انا طولت. لا اتفضل. الشباب دلوقتي عايز يعمل كل حاجه وفي نفس الوقت ياخد افضل حاجه. واظن حضرتك فهماني. فهماك. يعني هنعلق مصطفى، اشكرك شكرا جزيلا. واستاذ عبد الرحمن هيكمل، هو بيقول الشاب عايز يعني يعمل كل حاجه وياخد كل حاجه وما يبذلش اي مجهود، يعني عايز يحب احلى واحده، يحب صحيح. اجمل واحده، وفي نفس الوقت يعمل اي علاقه معاها، بس لما يجي يتجوز بقى عبد الرحمن اسمح لي ان هو بينتقي، يعني زي ما بيقولوا كده عايزها من الصحابه. هو عايز اكتر واحده متدينه واكتر واحده لم يعني يكن لها تجارب من قبل، وللاسف ممكن هي يكون لها تجارب وهو مش عارف ده بالظبط. يعني هي للاسف ممكن تكون من كثره التجارب تخفت بقى وراء قناعه وبتحاول يعني تقول له ان هو ده انا. عايز هنا اشير لنقطه مهمه جدا، يمكن الزعيم عادل امام كان ابرز في احد الافلام بتاعته المشكله دي، ان هو كان شاب مهندس مؤهل من كل حاجه، وكان بيحب ميرفت امين، ولكن والدتها مش موافقه علشان عايزه عريس تاني، فكانت الحيله اللي سمير صبري وقتها اقترحها
عليه ايه؟ ان هو يحاول ان هو يقول ان في البحث عن فضيحه ان في علاقه ما بينهم هما الاثنين علشان خاطر يقبلوا بيه. فما هو ده دور ومشكله من مشاكل الاسره المصريه. خلينا اقول برضو حاجه تاني، زي ما الفن له دور ايجابي لان هو بيعكس طبعا كل مشاكل المجتمع اللي دور سيء جدا، ان احنا دلوقتي اصبحنا بتثير نقطه برضو يا عبد الرحمن. البعض بيقول يعني ابطال السينما والمسلسلات احيانا الرجاله احنا بنشوفهم في المسلسلات او في الافلام، بعض طبعا مش في كل، صحيح، انهم بيقوموا بممارسه الحاجه دي مع حبيبتهم عادي تحت مسمى الحب، وبالتالي الشباب بياخدوهم قدوه، بيبصوا عليهم قدوه. انت ايه رايك في الكلام ده؟ خليني هنا هتكلم على ثلاث نقط. اول حاجه ان احنا عندنا اختفاء القدوه الفنيه، ما بقاش عندنا قدوه فنيه تجمع ما بين يعني الاحترام وما بين الفن الهادف اللي تقدر تقدمه للمجتمع. أصبحت كل القدوة من الممثلين أو الفنانين أو يعني كل المشهورين في مجال الفن للأسف ليسوا قدوة صالحة، يعني بينفذوا ما يروه على التلفزيون بشكل أعمى خالص. الحاجة الثانية عندنا شوية في غياب في دور التربية الدينية في المدارس وفي الأسرة المصرية. حصة الدين دلوقتي فين؟ في الألعاب، في الملعب تحت، للأسف افتقدنا حصة الدين، بقت بالنسبة لنا ترفيه. ما نستغربش لما نلاقي الظاهرة دي متواجدة في المجتمع، لازم يكون في توعية دينية. الحاجة الثالثة، للأسف احنا لدينا قصور في القانون المصري. كيف يمكن للقانون أن لا يجرم العلاقة الجنسية الحميمة ما بين طرفين؟ القانون عندنا بيقول إيه؟ لو الرجل والمرأة مارسوا العملية الجنسية، والعمليات الجنسية خارج الإطار الشرعي، ما بيجرمهاش عندنا القانون؟ كانت علاقة حميمة بالتراضي ليس لها أي مقابل غير الحب، فلا يوجد عقوبة. لا يوجد عقوبة؟ لا يوجد عقوبة في القانون المصري للأسف. فهنا في اختفاء لدور اللجنة التشريعية احنا كده في البرلمان. بنناشد مجلس النواب يا جماعة ضرورة وضع قواعد للموضوع ده وتجريم الموضوع ده، لأنه طبعا كده للأسف. ويمكن احنا بدون ذكر أسماء تابعنا قضية لبعض الفنانات مع بعض مخرج حصل ما بينهم علاقة حميمة، وللأسف في الآخر خالص كان الجاني الوحيد من سرب الفيديوهات وليس من قام بالفعل مش اللي قام داخل الفيديوهات. فمن هنا لازم احنا نقول لازم يحصل تكامل ما بين رجال السياسة، ما بين رجال الدين، ما بين رجال الفن، ما بين التعليم. يمكن احنا حق عندنا وزارة التربية والتعليم. التربية والتعليم تحتها. وهنا عايز اقول حاجة مهمة جدا، لازم حتى احنا لو رجعنا لقدوتنا، احنا عندنا اختفاء للقدوة الفنية وشوية ممكن نقول في عدم تفعيل للقدوة الدينية، لكن نرجع بقى لأصلنا، نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لما عمرو بن العاص قال له من أحب الناس إليك يا رسول الله، اعتقد ان هو هيقول عمرو بن العاص. وقتها قال ايه؟ قال أحب الناس إلي عائشة. قال من الرجال؟ قال والد عائشة. هنا نشوف إيه مدى تقديس الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه العفيف للسيدة عائشة. فأتمنى أن نأخذ هذا النموذج جميل قوي، نموذج جميل. هذا النموذج. نرجع تاني للدكتور حاتم. دكتور حاتم، نستكمل مع بعض التنشئة النفسية لأولادنا سواء بنت أو ولد، وإحنا هنا ما بنضغطش على كلمه بنت، لا بنت او ولد، لان زي ما قلنا من شويه الاثنين زي بعض. نكمل تاني حضرتك التوجيهات بتاعت التنشئه النفسيه للبنت او الولد كاب او ام في البيت، نعمل ايه عشان نجنبهم خطر الوقوع في حاجه زي كده، فخ زي كده. استكمالا طيب للحديث، هو طبعا الامر ده يعني احنا بيبقى فيه الحاجات اللي احنا بنوجه فيها الولاد غير اللي احنا بنوجه فيها البنات، لان الطبيعه النفسيه او التركيبه النفسيه للامر ده بالنسبه للولد غير البنت. تمام، اديني ده ايه وده ايه. تمام، هنتكلم عن البنت. تمام، اي بنت في الاول اولا هو شخص مسؤول. تمام، انا بتعرض لابتزاز يمكن بقله وعي، فاحنا دلوقتي دورنا ان احنا بنديكي الوعي، لكن في الاول وفي الاخر مين اللي مسؤول؟ هي اللي مسؤوله، هي الشخص المسؤوله اللي ممكن تقبل او توافق انها تعرض نفسها لابتزاز او لا او ترفض. فالمهم في الاساس انها تاخد الايه؟ التوعيه. تمام، وده دور اساسي من دور البيت زي ما قلنا في الفتره يعني انا كأم اقعد امسك بنتي مثلا لو في مرحله مثلا المراهقه
يبقى انت قبل المراهقه قبل كده قبل كمان المراهقه من اول ما بتتولد انا بدي احساس امان كبير قوي معانا طول الوقت. هو المرحله بقى اللي هي الاحساس العاطفي بقى البنت او بدايه مع دخول المدرسه. احنا المرحله دي احنا بنقول عليها في الطب النفسي او في التنشئه مرحله الكمون. المرحله دي ما بتبقاش فيها مشاعر جامده قوي تخليني ما اعرفش اسيطر على عقلي. تمام. عقلي هو اللي بيكون مسيطر عليا قوي المرحله دي في رينج 6 ل 10 سنين في الفتره اللي هي قبل مرحله المراهقه. فبقبل الرسائل العقلانيه قوي فبديها رسائل عقلانيه قوي. وطول فتره المراهقه بابا بيدي او بيقوم بدور الرجل اللي بيدي الامان وماما بتدي دور الشخص اللي بيدي التوعيه. ده اول حاجه. وفي قاعده اساسيه ده بالنسبه لاي بنت سواء حتى في المراهقه او اكتر من كده او في سن اكبر من كده. تمام. معظم الرجال اللي بيلتفوا حوالين اي امراه او الاكثريه العظمى بيكون بهدف جنسي. هل ده شيء سيء او شيء حلو؟ ده شيء طبيعي. سواء في مجتمعنا او في اي مجتمع تاني بيكون بهدف جنسي. مش لازم ان هو يطلب مش لازم بس كل المعظم اللي حواليك حتى لو رمالها ان هو بيحبها انه تمام معظم بهدف جنسي المعظم. تمام. الاقليه اكتر بهدف زماله او صداقه في حميميه ما بيننا وبين بعض متلاقين عقليا متلاقين ثقافيا متلاقين اجتماعيا فمستريحين مع بعض على مستوى التواصل. اذا البنت لازم تركز تخلي بالها انه معظم الجنس الاخر اللي بيتعامل معاها بهدف بيبقى حاطط في ذهنه معظم نقول 90% فندم مثلا. لو عايزه تقولي اكتر انا معاكي والله وده طبيعي ده طبيعه الحياه. 90% من الجنس الاخر البنت تخلي بالها ان هو بيتعامل معاها بغرض في ذهنه ان هو له هدف جنسي وده شيء طبيعي يعني ده مش طبيعي. يعني ده مش شيء حذرة طبعا ده يعني مش شيء يشين الراجل ده طبيعة الراجل ده طبيعي يحصل ايه بقى يبقى بقى شيء او نسبة قليلة قوي 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 بصي كصديقة او كزميلة عمل او كده النسبة بقى الاقل قوي 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 ان انا بشوفها بهدف جنسي وبهدف صداقة وحميمية واجتماعية فاللي هو اللي اسمه ايه الحب ان انا احبها حابب ان احنا نبقى مع بعض وفي نفس الوقت حابب ان يبقى في علاقة حمية بيننا بس في اطار شرعي احنا عايزين نكمل مع بعض اللي هو بقى النسبه بقى البسيطه جدا بقى اقل حاجه خالص دي بقى اقل حاجه فما ينفعش حذره ايوه ما ينفعش بقى ان البنت تتعامل مع كل الاشخاص اللي حواليها اكوردنج للنسبه القليله. انا هتعامل مع الناس طبقا للنسبه اكوردنج للنسبه الكبيره اخلي بالي وابقى حريصه ابقى عامله بريكوشن دايما انه اللي دايما بيتعامل معايا ده مش كل اللي هيتعاملوا معايا يتعاملوا معايا ويحبوا انتهاء العلاقه بشكل رسمي او وده شيء ده أحرص. طبيعي يعني اللي بيمنع كتير من الرجاله طبعا اشياء دينيه اشياء اخلاقيه اشياء اجتماعيه ايا كان بس ده شيء لا يشين هي دي طبيعه الحياه في كل حته في العالم. ربنا خلق الراجل طبيعته كده. طيب الشباب نصيحه ايه المهم في الشباب اكتر شيء بيخلي الشباب بيروح للحته دي هو ان هو بيكون اصلا مش ما عندوش الثقه الكامله في نفسه ما عندوش هدف ليه في الحياه. بيدور على ثقته في نفسه بايه بيدور على قوه لنفسه في ايه في العلاقات. انا لما هقعد مع اصحابي انا مش هيبقى عندي شيء مميز اتكلم فيه مش هيبقى عندي انجاز معين انا بعرف اعمله في الحياه. هو ممكن الراجل نتيجه لعدم احساسه بنفسه وبذاته ممكن يتوجه لممارسه حاجه زي كده يحس بيها طبعا طبعا هو بيعوض بده يعوض نقص عنده نقص وفشل في جوانب تانية كتير جدا. تمام. خصوصا في السن او في السنوات العمر اللي هي سن المراهقه. تمام. فانا ما دام انا عامل لابني او محاطط ابني في مكان او في هدف هو شغال فيه تمام مديله تارجت في الحياه هو يعمله معرف ابني ان المهم نقطه السيطره الاساسيه عليك هو عقلك وهو تصرفك. تمام. اعرفه عاقبه الامور او عواقب الامور وطبعا زارع انا يا جماعه مش بتكلم او ممكن انا مش بناقش قوي الجانب الديني لان ده شيء مفروض يعني ده مسلم ده امر مسلم ده امر مسلم. طب دكتور في كلمه واحده نصيحه للولد والبنت استاذ عبد الرحمن في كلمه واحده نصيحه عشان نختم. كل شخص مسؤول عن نفسه. احنا وظيفتنا او ان احنا نوعي حضراتكم احنا مهم ان احنا كل شخص يكون واعي بايه اللي بيحصل منه وايه الاسباب اللي بيعملها ويحاول يحلها. تمام.
يعني دايما حتى كلمة مهمة جدا، دايما الحلال هو أحلى حاجة في الدنيا. تمام أستاذ عبد الرحمن، كلمة واحدة يعني نصيحة لولاد البيت بسرعة. زي ما ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أنفسهم أو ما ملكت أيمانهم. خليكي حذرة جدا جدا حزر من كل اللي حواليكي. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن، شكرا جزيلا دكتور حاتم. أعزائي المشاهدين، بوجه نصيحتي لكل بنت وبركز على كل بنت، إنك أنت خليكي حذرة على نفسك، ولما يدخلش من الباب بشكل رسمي وصريح إذا هو ملوش لازمة. أعزائي المشاهدين، ألقاكم إن شاء الله الخميس القادم. تصبحوا على حب، تفاؤل، وكمان أمل. تصبحوا على خير.